السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا مس اسراء للناس اللي اول مره تتابعني. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الميجرنج تمبريتشر وازاي بقيسها، وطبعا اتكلمنا ان احنا بنقيسها عن طريق الثرموميتر. طيب اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الميديكال ثرموميتر. ان الفيديو ده بقى هيكون من اسهل الفيديوز اللي عدت عليه، هنتكلم فيه عن السلازيوس ثرموميتر. زي بالظبط ما اتكلمت عن الميديكال هتكلم عن السلازيوس. مين هو السلازيوس ثرموميتر؟ قال لي اولا ده ثرموميتر انا بقيس بيه التمبريتشر اوف ليكويد. اي ليكويد عندي عايزه اقيس بيه، عايزه اعرف درجه حرارته، بستخدم له حاجه اسمها سلازيوس ثرموميتر. طيب بيتكون من ايه؟ بالظبط بالظبط نفس اللي كنا بنقوله في الميديكال ثرموميتر. اول حاجه ترانسبيرنت سي جلاس، ازاز شفاف جواه أنبوبة رفيعة خالص بسميها capillary tube، وبرضو هقول إن هي closed of its end، مقفولة من ناحية والناحية التانية متوصلة بالmercury bulb. طب مين هي المركري bulb؟ هقول إن هي دي bulb filled with mercury، مليانة على آخرها بالmercury. طيب أنا كده عندي، أنا اتكلمت عن اللي بتتكون من إيه؟ هو نفس الكلام بالظبط اللي أنا قلته في الميديكال ثرموميتر. إيه الفرق بين الميديكال والسليزيوس؟ الميديكال فيه كونستراكشن، لكن أنا عندي هنا في السليزيوس ما عنديش كونستراكشن، وده سؤال امتحانات. هو بالظبط إحنا لو حفظنا الميديكال ثرموميتر بيتكون من إيه؟ هلاقي نفس الكلام بالظبط هو السليزيوس ثرموميتر، لكن السليزيوس ثرموميتر أنا ما عنديش فيه كونستراكشن. طب بستخدمه في ايه السليزيوس ثرموميتر؟ قال لي بستخدمه عشان اقيس بيه التمبريتشر اوف ليكويد اور ويذر، يعني هقيس بيه درجه حراره الجو او درجه حراره الووتر او اي ليكويد عموما، مش الجسم بتاع الانسان. طب تعالوا نشوف كده هو السكيل بتاعه بيبدا من ايه. قال لي بيبدا عند زيرو، اقل درجه فيه هي الزيرو. طب واكبر درجه فيه هي كام؟ قال لي 100. يبقى انا كده عندي هنا التمبريتشر بتاعته حاجتين، بيبدا عند 0 وبينهي عند 100، بيبدا عند 0 وبينهي عند كام؟ 100. وبرده كل درجه جواهم متقسمه into 10 بارت، زي كانك بالظبط احنا ماسكين مسطره، مش بنلاقي بين كل بارت، مش بنلاقي بين كل درجه والتانيه 10 اجزاء. هو ده بالظبط نفس الفكره، بين كل ديجري والتانيه بيتكون من 10 بارت. طب هياخد عليه شوية نوتس كده سريعة. أول حاجة أنا لسه قايلها لكم، قلت لكم إن أنا عندي كونستراكشن في الميديكال ثرموميتر، لكن في السليزيوس ثرموميتر there is no constriction، ما عنديش أي constriction موجود في السليزيوس ثرموميتر، لكن كان عندي في الميديكال. طب تاني حاجة بيقول لي هنا إنه في السليزيوس ثرموميتر أقل بوينت كانت زيرو. طب الزيرو دي بتاعت إيه؟ قال لي دي الميلتنج بوينت اوف ايس او فريزنج بوينت اوف ووتر، يعني دي الدرجه اللي الميه فيها تتجمد وتبقى تلج، او التلج بيبدا ان هو ينصهر يسيح. يبقى مين هي الزيرو؟ قال لي الزيرو دي اسمها ميلتنج بوينت اوف ذا ايس، يعني انا لو طلعت ايس من الفريزر اول ما يوصل حرارته عند زيرو هيبتدي ان هو يسيح. طب لو انا عايزه احط ميه في الفريزر اول ما الميه توصل عند زيرو هلاقي ان هي بدات تتجمد، يبقى ده الزيرو. طب وال100؟ قال لي ال100 دي هي البويلنج بوينت اوف ووتر، دي درجه الغليان بتاعه الميه، يعني انا لما احط ميه على النار اول ما تيجي عند 100 سليزيوس تبتدي ان هي تغلي. ودول سؤالين امتحانات، مين هي الزيرو سليزيوس ومين هي ال100 سليزيوس. اوكي جيفريز بيقول لي هنا ما ينفعش استخدم الميديكال ثرموميتر عشان اقيس بيه البويلنج ووتر. واحده واحده، هي الميه بتبقى بويلنج بتغلي عند درجه كام؟ 100. طب الميديكال ثرموميتر السكيل بتاعه من كام لكام؟ هقول له من 35 ل 42. هو انا عندي في الثرموميتر في الميديكال ثرموميتر 100 اصلا؟ لا، فهقول له كده عشان السكيل بتاع الميديكال ثرموميتر من 35 ل 42 والبويلنج ووتر بتبقى عند كام؟ 100 سليزيوس، فبالتالي مستحيل انه الاتنين يبقوا مع بعض. طيب اخر حاجة عندي في الدرس بيقول لي هو اشمعنى الميركري بالذات اللي انا بستخدمه جوه الثرموميتر؟ عشان نرد على السؤال ده فانا عندي اسباب كتير جدا.
اول حاجه الميركري هو جود كوندكتور اوف هيت، واحنا اخدنا الليسن اللي فات يعني ايه جود كوندكتور اوف هيت. جود كوندكتور اوف هيت يعني هو بيقدر يوصل الحراره بشكل كويس جدا، فبالتالي انا هعرف من خلاله كان الجسم فيه حراره ولا لا. طب تاني حاجه هو ليكويد ميتال، يعني ايه ليكويد ميتال؟ يعني عنده لاستر، يعني شايني بيلمع، وطالما حاجه شايني بتلمع فانا كده هقدر اشوفه، ما هو لو مش بيلمع انا ممكن ما اشوفوش من الازاز. طب ايه تاني؟ قال لي doesn't stick to the wall، ما بيلزقش في الحيطه، في الوول، في الجدار بتاع الثرموميتر. يعني مثلا لو فرضنا ان في حاجه تقيله شويه هلاقيها بتلزق كده وتبقى استاكي كده على الحاجه وتنزل لزجه بالعافيه، لكن الميركري مش كده، بينزل بسهوله او بيتحرك بسهوله. doesn't stick to the wall of the thermometer، مش بيلزق. طب نمبر 4 regular expanding، يعني بيتمدد بانتظام، يعني على حسب درجة الحرارة كام بيبتدي ان هو يحصل له expand، يتمدد، مش بيتحرك بعشوائية، لا ده بيديني temperature accurately، بيديها لي بدرجة مظبوطة جدا جدا. طب اخر حاجة هو انا ليه بستخدمها؟ قال لي لانه هو اصلا الميركري ممكن الاقيه liquid ما بين negative 39 ل 357، يعني يقدر يقيس لي من نيجاتيف 39 39 تحت الصفر لحد 357 357، ودي يعتبر وايد رانج اوف تمبريتشر، ده يعتبر مجال واسع وكبير جدا لدرجات الحراره، ان انا اقدر اقيس اي درجه حراره بينهم دي، لان هو موجود ليكويد ما بين نيجاتيف 39 و 357 سلسيوس، يعني ده الرانج بتاعه. تخيلوا الرانج بتاعه كده قد ايه، فهو بيديني مجال كبير جدا ان انا اقدر اعمل بيها واقيس بيه تمبريتشر. هنا ده الجدول ده، عايزاكم بقى تحلوه وتكتبوا لي، تكملوا لي هنا الميديكال ثرمومتر والسيليزيوس ثرمومتر، موجود فيه كونستراكشن ولا لا، ايه الليكويد اللي بستخدمه والاستخدامات بتاعت الميديكال ثرمومتر والسيليزيوس ثرمومتر، عايزاكم تسيبوهم لي في الكومنت تحت الفيديو. كده درسنا خلص، اشوفكم الفيديو الجاي على خير مع درس جديد. من طبعا ده كان من اسهل الدروس اللي علينا بجد، منهج جونيور سيك سهل جدا وانا بحبه قوي. في اي مشكله تقدروا تسيبوني تحت الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.